والسلام عليكم ورحمة الله. أعلن موقع وزارة الدفاع الروسية مشاركة القوات المسلحة الملكية المغربية ولأول مرة في دورة الألعاب العسكرية العالمية 2017 التي ستجري ما بين 29 يوليوز و 12 غشت 2017 في 5 بلدان مختلفة، حيث أعلنت اللجنة المنظمة للألعاب العسكرية الدولية في روسيا أن توسيع قائمة المشاركين في هذه المسابقة لتضم ولأول مرة عسكريين من المغرب، والممثلة في وحدة القتال الجبري وفرقة الإنزال الجوي وفقا لما ذكرته مصادر إعلامية روسية. وكانت روسيا قد دعت 73 دولة للمشاركة في الألعاب التي ستجري في الفترة ما بين 29 يوليوز و 12 غشت في 22 ميدانا عسكريا في روسيا وبيلاروسيا وأذربيجان وكازاخستان والصين. ومن بين المسابقات التي تشمل الألعاب عملية الإنزال الجوي وبياطلون الدبابات والقنص والمطبخ العسكري والطب العسكري ومسابقة رجال الشرطة العسكرية ورالي السيارات العسكرية والمسابقة بين أطقم إدارة الطائرات المسيرة ومسابقة شرطة المرور العسكرية. دمتم سالمين وإلى اللقاء. تعمل الدول على تشكيل الجيوش للهجوم والدفاع وخوض الحروب أو فض النزاعات، لكن هذا لا يعني أنها لا تخوض أيضا تجربة ومهمات أخرى منها التنافس الرياضي وإقامة الألعاب. قبل عامين قدمت روسيا للعالم لونا جديدا من الرياضات العسكرية بياطلون الدبابات، لتتطور الفكرة هذا العام إلى نسخة أولى من الألعاب العسكرية الدولية. وزير الدفاع الروسي سيرجي شايغو افتتح الدورة بحضور إعلامي وشعبي كبير. لدى روسيا خبرة كبيرة في تنظيم مثل هذه التظاهرات، على سبيل المثال مسابقة بياطلون الدبابات والتي باتت هذا العام جزءا من الألعاب العسكرية. على مدى الأيام المقبلة سنشاهد منافسات قوية بين الطيارين وقادة الدبابات والمظليين ومختلف القوات البرية والبحرية وغيرهم.